مساء الخير. حلقتنا اليوم عن الأزمة المالية. نعرف أنه تحرير وإلغاء التنظيمات والاستدانة الكثيفة أدت إلى خلل بالنظام العالمي. أديب، كيف بلشت الأزمة المالية؟ بشيء اسمه سبرايمز بتصور، مش هيك؟ مضبوط، سبرايم، وهي قروض وزعتها المصارف الأمريكية على الأشخاص تيشتروا بيوت وكانوا يرهنوا هالبيوت ضمانة لتسديد الدين. والقروض كانت مبنية على فوائد غير ثابتة وكتير منخفضة أول سنة وسنتين، بلشت ترتفع وترتفع حتى صارت الدفعات الشهرية أكثر من 40% من المبلغ الأساسي. وعطوها للأشخاص وكانوا عارفين أنه ما عندهم الإمكانية المادية تسددوا الأقساط الشهرية أما تسددوا الدين، ومن هيك اسمها سبرايم. وين المشكلة؟ إذا المدير ما بقى مدير يدفع دينه، تجي البنك وبتنفذ عليه، خلصت القصة. وين الأزمة كلها هيدي؟ بسبب شيء اسمه تسنيد. تسنيد؟ لا، هون صارت عوصة شوي صغيرة، بدك تفسرنا إياها. منا صعبة، ركز معي شوي. أكيد؟ أكيد. راحت المصارف الأمريكية تخلق شركات خاصة، غرضها الوحيد هي شراء هالقروض منها وأعطاها كاش من قبيلها. طيب هالشركات كيف حصلت على كل هالكاش والقروض؟ أصدرت هالشركات أسهم وسندات تتمول حالها على الأسواق المالية، وكانوا المستثمرين بيرغبوا هالقروض والسندات لأنه بيعتبروها دون أي خطر، لأنها متعلقة بالرهن العقاري، وكانت وكالات التصنيف تعطيهم أحسن علامة. وأكثر من هيك، بلشت المصارف الأمريكية تخلطها مع أسهم وسندات سليمة وتحطها بسلات متكاملة وتبيعها لأوروبا ولآسيا ولكل العالم. بس بلش المدين بالولايات المتحدة ما عم يقدر يدفع أقساطه الشهرية، تبين أنه هالسندات المتصلة بالرهن العقاري ما عندها قيمة، وبلشت تفقد كل قيمتها، وبلش المستثمرون بيعوها، فقدت بالآخر كل قيمتها. وهون بلشنا نشوف كل الخسير والإفلاسات بالعالم، وبعدنا عم نشوفهم لهلأ. وبلش مفعول الدومينو للأزمة العقارية اللي صارت أزمة مالية اقتصادية عالمية، وبعد ما انتهت لهلأ. بنشوفكم حلقة جديدة، ما تنسوا تابعونا.